أهلا بكم. إذا بعصر جديد عنوانه الكهرباء النظيفة أسلوب حياة، قد تستحيل المركبات ذات المحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري شيئا من الماضي بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر صناعة محركات الاحتراق الداخلي بحلول العام 2035. قرار وإن نال إجماعا داخل التكتل، إلا أن دولا أوروبية صناعية كإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وبولندا عبرت عن رفضها له. قرار الحظر اتخذ خلال اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. فما مصير الصناعات الميكانيكية بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر محركات البنزين والديازل بحلول 2035؟ ما مدى استجابة باقي التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى في آسيا وأمريكا لهذه الخطوة؟ ما هو البديل لمحركات البنزين والديازل بعد قرار التخلي عنها بحلول 2035؟ ألا تخشى أوروبا من انتعاش الصناعة الميكانيكية في آسيا والهند وأمريكا؟ وما تأثير ذلك على البيئة والمناخ؟ يبدو أن زمن سيارات الديازل والبنزين على وشك الزوال في أوروبا، ليبدأ عصر جديد من السيارات الكهربائية، حيث قرر الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي حظر صناعة المحركات التي تعمل بالاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وذلك في إطار مساعي تقليل الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة. إلا أن الحظر الأوروبي سيستثني بيع السيارات ذات المحركات التي تعمل بما يعرف بالوقود الإلكتروني الذي رافعت لأجله برلين. للمزيد حول الموضوع مشاهدينا، نرحب من القاهرة عبر الهاتف بالدكتور محمود عبد العظيم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، ونرحب كذلك من القاهرة بالخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور شريف الخريبي، ويلتحق بنا بعد قليل الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تغرسي. أهلا بكم جميعا ضيوفي الأكارم، وأبدأ معك الدكتور الخريبي. بداية، ما الذي يعكسه هذا القرار؟ الحقيقة هذا القرار بيعكس يعني أن أوروبا مصرة على أن تكون القارة الأوروبية هي صديقة للبيئة، جميع الملوثات بتتخلص منها. نحن نعلم في الماضي تخلصت من مصانع الأسمنت وكل المصانع الكيماوية تقريبا، والآن جاء الدور على محركات السيارات لكي تستخدم السيارات الكهربائية أو السيارات التي ستستخدم الوقود النظيف زي الهيدروجين الأخضر والقصص دي كلها. الحقيقة ده أنا بتصور أنه هو سيؤثر بشكل كبير جدا على عمليات تصدير السيارات التي سيتم تصنيعها في الاتحاد الأوروبي، لأن أغلب الدول في كل دول العالم حتى منها المتقدم حتى الآن لم تخطو هذه الخطوة، وبالتالي إذا كان هو هدفها أن يتم صناعة هذه السيارات لأسواقها اللي هي الصديقة للبيئة وتصدير الصناعات الأخرى، ولكن هي بتقول الخبر بيقول أنهم سيمنعوا إنتاج السيارات نهائياً الخاصة بالمحركات التي تستخدم البنزين أو السولار، وبالتالي أعتقد أن ده سيكون له تبعات اقتصادية على الاقتصاد الأوروبي وبالذات على أكبر مصنعين السيارات في العالم. إحنا بنتكلم على ألمانيا، بنتكلم على فرنسا، بنتكلم على إيطاليا، ده يعني أتصور أنه قد يحدث تراجع في هذه الخطوة
وخاصة بعد المشاكل الكبيرة التي تعاني منها أوروبا في الوقت الحالي في ظل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. طيب الأستاذ محمود أو الدكتور محمود عبد العظيم، في شرح مبسط لهذه الاتفاقية إجرائيا، ما الذي سيحدث حتى العام 2035 وحتى بعده؟ في الحقيقة أنا بحب أشير أنه الخطوة الأوروبية دي بتأتي في إطار يعني توجه عالمي للتركيز على يعني كل ما هو متوافق مع البيئة. العالم بيعاني بالفعل من يعني نسبة عالية من الملوثات، وبالتالي لابد من اتخاذ خطوات جذرية لمواجهة هذه الظاهرة. بالنسبة لتصنيع العربيات في أوروبا اللي هي وقف تصنيع السيارات اللي بتشتغل بالبنزين والسولار، زي ما تفضل الزميل وقال، هو بالتأكيد هم حاطين سنة 35 دي سنة بداية التطبيق، يعني احنا قدامنا 12 سنة أو 13 سنة بيتم فيهم غالبا نقل المصانع العربيات اللي بتنتج خطوط يعني بتشتغل على خطوط الانتاج التقليدية، سيتم نقلها إلى دول أخرى سواء في شمال إفريقيا زي ما شفنا في المغرب مثلا، أو إلى بلاد إفريقية أخرى، لأن لا يمكن يعني يتم تعميم التجربة على العالم. أوروبا ستنتج سيارات كهربائية لأسواقها، لكن حتى الآن يعني معرفة الأسواق الأخرى خاصة في البلاد النامية بالسيارات الكهربائية محدودة للغاية، قدرتها على استيعابها مثل هذه السيارات محدودة للغاية لأنها مرتفعة الثمن، البنية التحتية غير متوفرة، وبالتالي بالتأكيد شركات السيارات الكبرى الأوروبية سوف تستمر في إنتاج السيارات التقليدية لكن خارج الحدود الأوروبية. ده بالنسبة لاقتصادات الشركات العربيات اللي في أوروبا. بالنسبة للدول المستقبلة لإنتاج الأوروبي من السيارات، في بعض الدول بدأت تنتبه لأهمية إنتاج السيارات الكهربائية. التحديات التي يواجهها المحرك التقليدي، وهل فعلا سنشهد زوال عصر السيارات التقليدية بعد اتخاذ أوروبا لهذا القرار؟ نعم طبعا القرار مهم جدا، ولكن حتى في حالة حدوث القرار نترقب طبعا حدوث طبعا اضمحلال تقليدي، معناتها لا يمكن طبعا القرار توقيفه، وطبعا البديل هو لا راح تكون طبعا عبر عدة سنوات. ونظن انه يجب طبعا ذكر نقطة مهمة جدا، هو عملية تحفيز لتبديل مثلا الآلات الكهربائية، وحتى بالنسبة مقابل طبعا الميكانيكية اللي مرتبطة سواء كانت الفيول او سواء وبالتالي انه مدى قدرة وطبعا المؤسسات الأوروبية بصفة عامة، لا نقول أوروبا ولكن المؤسسات الأوروبية، في استقطاب واسترجاع ثقة المواطن في العالم ككل. المراحل القادمة نظن هناك تكنولوجيا متنوعة، نشوف أنه حتى بالنسبة للمنتجات نتاعهم الآن الأسعار تاعهم مرتفعة جد مرتفعة، لأنه مرتبطة بأثار خاصة المدخلات بالنسبة للعملية الإنتاجية، وهنا نحكي طبعا عن الغاز وعلى البترول وعلى كثير من المواد اللي أثرت على الأسعار نتاعها. وشفنا أنه هناك طبعا نظن أنه حتى عملية التسويق هناك بطء في عملية التسويق بالنسبة للمنتوج الأوروبي في هذه المرحلة. كيف يمكن أن تكون طبعا هذه الأقطاب في المراحل القادمة اللي ممكن راح تعطينا أكثر بديل مقارنة مع المنتوج الأوروبي في المرحلة القادمة؟ كيف يمكن أن تشوف سيارات صناعية طبعا تغذي العالم، وسيارات آسيوية، وسيارات طبعا هندية، وسيارات إيرانية، وسيارات مصرية، ولماذا لا السيارة الجزائرية؟ نظن هذه بنفس الممارسات هذه تعطي عزيمة كبيرة بالنسبة لهذه الدول لخلق هذه الإمكانيات في عملية التصنيع المحلي والاستقطاب التكنولوجيا. نظن كثير من دول تريد طبعا عملية صناعية عكس ما كان في المرحلة السابقة، وقلنا أنه تقريبا كل الدول العربية وكل حتى الدول الأسيوية عرفت قفزة نوعية فيما يخص عملية الإنتاج، ولكن بالمقابل رح نشوف طبعا ضعف على الطلب بالنسبة للسيارات الأوروبية، ورح نشوف كذلك بالنسبة لي حتى بالنسبة لي الفاتورة، حتى بالنسبة للثمن بالنسبة للسيارات. ممكن إذا تطور طبعا علم في المفصل الجانب، لأنه السيارة طبعا الكهربائية كما قال الأستاذ جد مرتفعة، كيف يمكن تبسيط هذه الأسعار للوصول والولوج بالنسبة لهذه الأسواق اللي تعرف أنه طالب كبير بالنسبة للسيارات الأوروبية سابقا.
نظن أنه منافسة شديدة سوف نشهدها طبعا بين أوروبا وكثير من 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 دول في المراحل القادمة في الهدف كيف يمكن تحقيق تحقيق بيع هذه المنتجات ولكن تخفيض في تكلفة هذه المنتجات. طيب كل الشكر لك الخبير الاقتصادي الدكتور هواريتي غرسي. شكرا لك من القاهرة الدكتور محمود عبد العظيم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، وشكرا لك من القاهرة أيضا الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور شريف الخريبي. وإلى هنا مشاهدينا يأتي ختام عدد اليوم من برنامج نبض العالم، وموعدنا يتجدد غدا بحول الله. إلى اللقاء.